يتميز الإنسان البجاوي بالثقافة والمظهر المميز الذي يعبر عن مجموع من القيم المجتمعية والعادات والتقاليد التي تخص شعب البجا، ابتداء من السديري والجلابية المميزة والسروال المميز، بالإضافة إلى ارتداء السكين والسيف وحملهم على طول مع بعض. مجمل هذه الأشياء شكلت مظهر الإنسان البجاوي، وهي ما جاءت من فراغ لكن بتعتبر تمظهر لثقافة تميز بها هذا الشعب. للحديث عن ثقافة البجا وعاداتها وتقاليدها، نحن في ضيافة أحد أهم الباحثين في منطقة البحر الأحمر، في الباحث في شؤون المجموعات البجا والثقافة البجاوية، الأستاذ عثمان الشريف، الأستاذ الجامعي بجامعة البحر الأحمر ومدير مركز دراسات وثقافة البجا. أهلا وسهلا أستاذ عثمان. مرحبا بك. هنا في البدء نرحب في قناة البلد الوليدة التي جاءت من عاصمة البلاد لكي توثق وتعكس الصورة الحقيقية لشعوب البجا في منطقة البحر الأحمر المتمثلة، للبحث عن عاداتنا وتقاليدنا سواء كان في جانب فلكلوري تاريخي وعادات تقاليد وفكرية ومادية واجتماعية. مرحبا بكم. نعم اهلا استاذ عثمان. يعني احنا اول حاجة دارين نبدا نتكلم عن شكل الانسان البجاوي اللي هو الشكل والمظهر العام، ده هو بيعبر عن الثقافة المحلية ومجموعة القيم المجتمعية اللي هو نشأ عليها في مجتمعه. اجل السديري والجلابية المميزة والسروال المميز البجاوي بيرجع لشنو؟ يعني ليه السروال السربادوغ اسمه افتكر بيلبسوا البجا، ليه بيلبسوا النوع ده من الازياء؟ طيب الانسان البجاوي انه تاثر بعمليه ما يسمى ب عمليه التطوير والتحديث للتراث الثقافي وخاصه الفولكلور، فيتميز الانسان البجاوي بزي وعرض خاص فيما يخص في سواء كان للزي الرجالي والزي النسائي. نحاول في هذا الإطار أنه نحن نتعرف على بعض ملامح مكونات الزي البجاوي للإنسان في شرق السودان، فهذه هي مرحلة مهمة من مراحل حياتنا حتى نحن نحتاج أنه الإعلام أنه يعكس الثقافة البجاوية في مناطقنا حتى نعلم تماما أنه يعكس الصورة الحقيقية لإنسان شرق السودان في الزي، سواء كان فيما يخص بالعنصر النسائي أو الرجال. نعم. فهذه من ملامح الملابس. السديري بيرمز لشنو؟ والسروال البجاوي بيرمز لشنو؟ والجلابية البجاوية بترمز لشنو؟ يعني أنا مثلا سمعت من خلال الثقافة العامة يعني أو الثقافة السماعية في السودان، سمعت إنه السربادوغ ده هو بيرجع لفترات الحرب، يعني هو اتعمل في فترة من الفترات عشان لا يولوا الفرسان الأجبار، يعني لما زنقة الحرب دي. هل المعلومة دي صحيحة ولا صحيح شنو في المجال ده؟ فالإنسان البجاوي في فترة من الفترات إنه العادات والتقاليد إنه في نحن في بداية حديثنا إنه في تطور على الزي والنمط البجاوي، فإنه في ثقافة مكتسبة للزي الإنسان خاصة للزي الرجالي، إنه في أنواع معينة من أنواع السديري المختلفة، فهناك سديري فضفاضة واسعة، فهناك نوع من أنواع السديري القابضة، فكل إنه تأثيرات البيئة، هناك في تأثيرات في مناطق القاش عندها رؤية نمط خاش لنمط السديري، وكذلك أيضا في البحر الأحمر عندها نمط خاص، لأنه هناك بتتميز بتفصيلة وتغاطية مختلفة في جوانبها. فبالتالي ايضا كذلك ايضا في السروال عندنا فيما يسمى بالعلامات اللي تكون اسفل السروال، ايضا في القاش عندها نمط، في البحر الاحمر عندها نمط خاص. فبالتالي هذه الاشياء ادت ان هناك يتميز الانسان البجاوي بزيه الخاص في تقطيته في تفاصيله حسب بيئته، سواء كانت على الساحل او في البوادي او في مناطق الجبليه.